أحاط رئيس الوزراء المجلس علما باطمئنانه على الحالة الصحية لوزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير إثر تعرضه لحادث مروري مؤسف أثناء زيارته الرسمية للعاصمة الرومانية بوخارست، وعبر عن ارتياحه لنتائج الفحوصات الطبية التي قام بإجرائها. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير. بداية أبو عاصم، خطاك السوء وألف الحمد لله على السلامة. جزاك الله خير، الله يسلمكم جميعا من الشر، وأشكر قناة الرأي على إتاحة الفرصة للتواصل مع أخواننا وأخواتنا المشاهدين، وأن نبعث بكلمة اطمئنان. بحمد الله نحن بخير وبتحسن دائم. نعم أبو عاصم، ممكن تطمننا على حالتك الصحية الآن؟ الحمد لله، يعني أغلب الفحوصات التي أجريت بينت بأن الأمور الحمد لله يعني مستقرة وعادية، ليس هناك بحمد الله كسور في الجسم، ما عدا كسر وحيد في الأنف، أعلى الأنف، وفي رضات خفيفة في الوجه، وأما الحمد لله باقي الجسم فهو سليم بحمد الله. وكان طبعا سبب هذه الكسور هو الارتطام الشديد اللي حصل أثناء الحادث والاصطدام اللي حصل للسيارة التي أمامنا. نعم، الحمد لله الحالة الصحية اليوم كانت مطمئنة، أجرينا فحوصات، وعمليتي بإذن الله غدا إن شاء الله سوف تجرى لعملية لمعالجة الكسر اللي في الوجه إن شاء الله. يعني كم ستستمر العملية ومدة الشفاء؟ يعني أخبرنا الدكتور الذي سوف يجريها بأن مدة التخدير ستكون تحت بنج عام لمدة 2 ساعة ونص، إنما العملية لن تأخذ أكثر من ساعة إلى ربع تقريبا، ساعة إلى ربع. نعم إن شاء الله. متى ستعود للكويت؟ بإذن الله، يعني متوقع إن شاء الله أنه فقط يعني ما بعد العملية، هو في بعض الإجراءات التي تتخذ وبعض الأشياء المتعلقة بالعملية ذاتها، وبمجرد الانتهاء إن شاء الله سوف نعود للكويت ونستأنف إن شاء الله عنها بإذن الله. نعم، هل ستكون مستعدا لمباشرة عملك كوزير؟ الحمد لله رب العالمين، أنا أشعر أن يعني ليس هناك أي مانع، ولدينا الحمد لله القدرة إن شاء الله تعالى أن نحن نستكمل مسيرتنا ونستأنف عملنا إن شاء الله. نعم، وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير. تسمحي لي أخت سميرة، أوجه كلمة شكر لصاحب السمو حفظه الله ورعاه، وكذلك سمو ولي العهد حفظه الله، وسمو الحقيقة رئيس مجلس الوزراء والأخ رئيس مجلس الأمة، وجميع الحقيقة الأخوة النواب والوزراء والمواطنين عموما، جزاهم الله خير، كل من اتصل وكل من تواصل معنا من أجل الاطمئنان، وأيضا الشكر موصول لقناتكم ولإتاحة هذه الفرصة، شكرا جزيلا لكم جميعا. نعم، نتمنى لك دوم الصحة والعافية بإذن الله. وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير، شكرا جزيلا لك.